صباح الخير وصباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. طبعا الحلقة ديال اليوم الثلاثاء هي الحلقة اللي كيكونوا من خلالها معنا مجموعة ديال التخصصات ديال الأطباء، كذلك اللي مشكورين كنورونا في الاستوديو كيكونوا معنا تخصصات بالتناوب، يعني في كل حلقة كيكون معنا تخصص معين باش نجاوبوا على كل الأسئلة ديالكم. طبعا هذا كان من التغييرات اللي جينا بها خلال الموسم الجديد، وكان بناء على طلبات كثيرة ديال المستمعين الكرام وديال الأوفياء ميت غاديو اللي كانوا بغاو أنه تخصصات جديدة تنضم للبرنامج، طبيعة الحال لأنه كنكونوا في حاجة لها. اليوم سعداء باش نستقلوا معنا هذا الصباح الدكتور هشام ساطع، طبيب متخصص في أمراض العظام المفاصل الروماتيزم العمود الفقري، كذلك باش غادي يكون الموضوع ديالنا معاه على آلام أسفل الظهر. غادي نوقفوا اليوم عند مختلف هذه المشاكل، غادي نعرفوا شكون أكثر الناس اللي كيكونوا عرضة لأنهم يعانيوا من المشكل ديال آلام على مستوى أسفل الظهر، غادي نعرفوا طرق ديال التشخيص كيفاش كتم، الطرق ديال العلاج، ايضا الرياضه واش كتكون ممنوعه على هاد الناس او لا، شنو الانواع ديال الرياضه اللي كيكون مسموح لهم بها، الترويض الطبي هنا فوقاش طبيب كينصح به وفوقاش ممكن انه يدخل. هذه مجموعه ديال الاسئله غادي نطرحوها اليوم على الدكتور هشام ساطع وهو معنا. صباح الخير دكتور، مرحبا بك. صباح الخير وشكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا لك دكتور ساطع حاضر معنا اليوم. لما كنتكلموا على المشكل ديال اسفل الظهر دكتور هشام ساطع، ربما هذه سنوات قبل كنا كنلاحظوا انه المشكل كيتفاقم ربما عند الناس اللي هما السن ديالهم كيتقدم او اللي كيكبروا في السن. اليوم ربما هذه المساله ما بقاتش، ولينا كنقدروا نشوفوها عند فئات عمريه اللي هي مختلفه. فكأخصائي اول حاجه دكتور هشام ساطع، ربما انت لانه الحالات كتشوفها كثير في العياده ديالك، شكون هما اكثر الناس اللي كيكونوا عرضه للمشكل ديال الالام على مستوى اسفل الظهر؟ أكثر الناس عرضة للمشكل ديال الألم أسفل الظهر هم النساء. نساء في كثير من أمراض كل المشاكل الصحية النساء هم أكثر عرضة لأن الجسم ديال المرأة والفيزيولوجيا ديالها من هرمونات تختلف بالضبط. وهنا نبغي نبدأ بواحد الإحصائيات ديال منظمة الصحة العالمية أن تقريبا 80% من ألم أسفل الظهر هي ألم بسيطة وتتمشي أحيانا بدون علاج بعد تقريبا 6 أسابيع، ويقدر الإنسان يتحمل هذاك الآلام أو بعض المسكنات البسيطة أو الراحة أو إلى غير ذلك من الوسائل الطبيعية. تسبق 15-10% ممكن تعالج بالطرق بالدواء بالعلاج الطبيعي غير ذلك، والباقي 5-3% تحتاج إلى تدخل جراحي. النسبة الأكبر ديال اللي تعاني من أسفل الظهر الألم أسفل الظهر هم النساء. علاش؟ لأنه لحسب الأناتومي يعني التشريحي ديال جسم المرأة، فالشرايين المكلفة بتغذية الرحم هي نفسها الشرايين المكلفة بتغذية أسفل الظهر، وبالتالي عند العادة الشهرية، عند إفرازات الرحم، عند التغيرات الهرمونية، فالشرايين تتفضل أنها تغذي الرحم أكثر من تغذية الظهر، وبالتالي فالظهر يتعرض إلى نقص في الأكسجين وتبدأ ويبدأ ظهور الآلام، خصوصا أنها الطبيعة ديال المرأة في البيت والوقوف عند ديالها في قدام الكوزينة في البوتاجي والتعب ديالها اليومي الشغل مع الأطفال تساهم أنها تتحمل واحد القسط من التعب أكثر من الرجل في بعض الأحيان. الله يكون لكم عون وسند يا نساء، لكل مرأة كتسمعنا. نعم تحية كبيرة لهم صراحة، وربما غادي نتكلموا كذلك اليوم باش ننصحوا مجموعة ديال الأمور للكثير من النساء، ماشي فقط غير ربات البيوت وهو أيضا عمل اللي هو كبير بزاف، ولما حتى السيدة اللي كتشتغل ربما أخطاء تقدر السيدة ديرها وهي جالسة في المكتب ديالها، تقدر ديرها وهي جالسة في الكوزينة، تقدر ديرها وهي كتقوم بالأشغال ديال البيت، وربما أشياء اللي هي بسيطة ممكن أنه ننصحوها بوضعية اللي هي سليمة، وغنسولك عليها إن شاء الله وغادي نتكلموا على هذه النقطة لأنها ضرورية بزاف دكتور هشام ساطع. نذكر كل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا كيف العادة، الأرقام دائما مفتوحة وراء الإشارة 05-22-46-72-50-51-52 أو 05-22-88-00-60-61-62. فمرحبا باتصالاتكم ومرحبا بكل مكالماتكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج صحة وسلامة. سؤالي أيضا دكتور هشام ساطع هي المسألة ديال التقدم في السن، واش كذلك كتلعب دور؟ وهنا غنسولك على واحد المسألة كتوقع
بزاف ديال النساء وربما الرجال كذلك، هي المساله ديال قصر القامه ديالهم. كيقول لك الانسان مع التقدم في السن ماشي نفس الطول اللي كان عنده قبل هو اللي كيبقى، الطول ديالو كينقص. واش هذه المساله كذلك ممكن تعطي الام على مستوى اسفل الظهر؟ بقى واحد المعلومه بسيطه، انه بالاضافه الى هذا المشكل ديال الشرايين، هناك مشكل الاستروجين، هو هرمون جيد عند النساء، هو اللي تيعطيهم ليونه الجلد، الشعر، هو الشكل الانثوي للمراه، هو هرمون عجيب. ولكن هذه الليونه اللي تتخلي المراه تتحمل تتخلي ان العضلات ديال الظهر تتكون اضعف منها عند الرجل، وهذا النوع ديال الهرمونات هو تيساهم ان المراه تعاني اكثر من الرجل. بالنسبه للتقدم في السن، السبب الوحيد اللي ممكن ان الانسان يمكن يفقد من الطول ديالو تيقصر شويه، أيه، هو هشاشه العظام. الهشاشه بعد واحد السن معين، غالبا بعد 70 كتسمى هشاشه العظام ديال الكبار، اوستيوبوروسينيل، او عند الناس اللي عندهم هشاشه العظام نتيجه الادويه الى غير ذلك. فالفقرات تتعرض لانتاسمو، انتاسمو يعني اكخازمو بسيط، تتنقص من الحجم ديالها، أيه، من الطول ديال الفقره، وبالتالي فالانسان ممكن يفقد بعض السنتيمترات قليلة بدون ما تلاحظ. نعم. تلاحظ المحيط، ولكن ملي تتمشي عند المختص وتيفهم بان عندها هشاشه العظام، غالبا المراه تتحس بهذه المساله، وربما فعلا كتحس بها. تقدر مثلا الجلابه اللي كانت كتجيها في واحد القياس كتولي كتبان بحال طويله عليها، ربما شي حاجه اللي كتلبسها. نعم. غادي نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام، ونذكر دائما الارقام 05 22 46 72 50 51 و52، او 05 22 80 00 60 61 او 62. كنذكركم انه لقائنا معكم ان شاء الله غادي يستمر حتى العشره مباشره على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم، وغادي ناخذ معنا في اول مكالمه فاتحه على الخط من سلا. فاتحه صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاتحه سير دكتور؟ لاباس الحمد لله، مرحبا بك. الله يرحم والديك. انا سي درمي داري ما تنقدش نوض به. نعم. شحال في عمرك يا فاتحه اول حاجه؟ شي 57 عام. 57 سنه. اياه. واش درني اختي داري بزاف؟ دابا راه جاي عام حميه وباش نجلس واحد الحاف حاضر باش نهضر معاك. نعم. ما تلقاش عامة نعس ولا نطمت نمشي عام حميه. نعم. نعم. الظهر ديالك، شوف اسمحي لي فاتحه، اش من بلاصه بالضبط في الظهر كضرك؟ الالم فين عندك بالضبط؟ لتحت؟ جي في الجنب اليسر، تنحس بشي حاجه عندي في الجنب اليسر. ومشيت ندير التلفازه قالك حتى الرمده شهر خمسه عاد نمشي نديرها. أيوة. بزاف بنادم ما تيعتقكش. وانا عمية ما تنشوفش. انت مكفوفه؟ اييه. نعم. والكلاوي عندي ما كيصفيوش مزيان. اييه. مهدب ديالي ما عرفتش اش هادشي من الكلاوي ولا. نعم. ولا مليح. الله يعطيك الستر، بغيت هذيك النمره ديال الدكتور الحميمي. اييه. واخا واخا. شوف فتيحه ما تقطعيش، رجعي لعند وفاء. مشكوره وفاء فايز فوندا معايا في الاخراج وفي استقبال المكالمات. على الراس والعين فتيحه، شوف ما تحتاجيش يعني، على الراس والعين، وهذا واجب. خلي حتى الرقم ديالك فتيحه، خليه لعند وفاء ان شاء الله، وانا غنرجع من بعد الحلقه. وعد مني ان شاء الله نرجع انا نتواصل معك ونعطيك حتى الرقم اللي انت طلبتيه. امراض اخرى مثلا كيقدر الانسان يكون كيعاني منها دكتور هشام ساطع، واش ممكن تعطي الام الظهر ماشي في حد ذاته مرض وانما عرض، كيكون واحد من العلامات ولا الاعراض؟ بالطبع، هو غالبا الام ديال الظهر السبب ديالها الرئيسي هو احتكاك الغضاريف لاحظوز. نعم. واحيانا الضغط على الاعصاب ديال العرق ديال السياتيك اللي تيعاني منه الظهر والرجلين بجوج. ايه. هادو هما الاعراض الشائعه كثير، ولكن هناك امراض تعطي الام الظهر، منها امراض الكلي غير هو، وحنا المتخصصين تنعرفوا ان هناك فرق، وتنعرفوا نحدوا بين السبب، واش الكلاوي، واش امراض الجهاز الهضمي ولا الظهر. وبعض الفوارق بسيطه، مثلا امراض الكلي في حاله الحصه تتكون احيانا ارتفاع ديال درجه الحراره، المريض ماشي مشكل عنده في الحركه، يعني المشكل ماشي ميكانيكي، عنده الام في اي بوزيسيون في اي حركه، هذا هو الاختلاف. واحد عنده الحجر في الكلاوي تيتالم ما تلقاش البوزيسيون اللي يلقى فيها الراحه. بغض النظر، بخلاف اللي عنده الم ديال الظهر ممكن انه إلا ما تحركش على اليمين ولا على اليسار ولا ما وقفش ما يحسش بالالم. ثاني حاجه تتكون حريق البول احيانا، تيكون قلنا ارتفاع في درجه الحراره، الالم ما تتسكنش بليزونتيان فلاماتوار بوحدهم. أيه. وهنا انه تيكون غالبا في الجانبين، وغالبا ملي تيمشي المريض عند مول الكلاوي
واحد كثير الاختصاصيين ديال الكلينيفرولوج، واحد تقريبا 70% من الناس اللي تيتاجوا عندهم على اساس انهم عندهم كلاوي تيوجهوهم لنا لانهم عندهم مشكل في الظهر اكثر من الكلى. احيانا كاين البنكرياس او المصارن اللي تيعطيو الام والرحم، يعني لي جينيكو تا هما الناس يجيو عندهم على اساس انهم عندهم مشاكل في الجهاز التناسلي ومشكل في الظهر. ولكن هناك فوارق تنعرفوها احنا مباشره كمختصين. نعم، بالنسبه للحاله ديال لاله فاتحه من سلا، ممكن حتى كيف ما قلتي المساله ديال الكليتين تكون عاطيه هي قال دابا حتى بالنسبه للمشي ديالها كتمشي محنيه ما كتقدرش توقف. انا تنظن هذا مشكل في الظهر اكثر، لان نعم. الناس تيظنوا بانه اي مشكل في الكلى ممكن يعطي الالم، وهذا علاش مرض الكلى امراض خطيره، لان احيانا الانسان تلقى بان الكلى ما خدماش وصل لمرحله الدياليز بدون ما يعاني من اي اعراض في الم الظهر. السبب او السببين اللي تيعطيو الالم في الكلى غالبا هما الحجر في الكلاوي او ليزانفيكسيون التعفنات الميكروبيه. اما باش الانسان تكون الكلوه ديالو طبيعيه ويكون يقول لك فيها البرد ولا شي حاجه وتعطيه الالم، لا. فبما ان تتمشي من حنيه يعني عندها مشكل في الغضاريف اكثر منه مشكل في الكيلي، وخا هي عندها الدياليز. بزاف الناس يديروا الدياليز وما عمرهم حسوا بالالم كاع في الكيلي. نعم نعم نعم. انا ان شاء الله غنتواصل مع فتيحه من بعد النهايه ديال الحلقه، ونعطيك ايضا الرقم الهاتفي اللي انت طلبتيها فتيحه، وهذه المساله كذلك ديال المواعيد كنرجعوا ليها مره اخرى بالنسبه للمستشفيات، يعني ناس اللي كيكون يعني ما كاينش الامكانيات، ما كاينش كاين امراض ربما ولا مشاكل صحيه دكتور سطيع اللي هي ما كتسناش، الام اللي ما يمكنش الانسان يزيد به مثلا حتى دقيقه واحده، والمواعيد يعني غدا وكتبعد. فنتمناه وان شاء الله وكنحلموا واحد النهار على انه المغاربه ما يبقاش مطروح عندهم هذا المشكل نهائيا، وكل شيء واللي سهل عنده الولوج بالنسبه للمساله ديال الصحه وديال التطبيب، لانه هذه اقل حاجه. غادي ناخذ معنا عائشه على الخط من ميدلت. اهلا وسهلا بك عائشه. اهلا، شكرا. انا اول مره تيشد الخط، كنت مرحبا بكم. مرحبا عائشه. الحلقه ديال الاستاذ حليمي ديال السرطان، ولكن ما شعبنيش لحد الحمد لله اليوم. مرحبا. تنشكرك الاستاذ بزاف، وتنشكر جميع الاطباء اللي تجيبي والطاقم ديال ميد راديو. عندي سؤالين للدكتور الله يخليك. انا عندي لاغتروس الظهر ديالي، عندي في الاصابع ديالي، عندي في الركبه. المهم انا درت واحد الانترفونسيون شيرجيكال في الرجل ديالي، عندي لي فاريس، حيدوا لي واحد العرق قال لي ما تدوزيش الماء الدم في الركبه ديالي. أيه. دابا تقريبا شهر وسيمانه ولا 10 ايام. أيه. بغيت نسول مني داروا لي ديك الليبرا ديال البنج في الدار. أيه. دابا تنحس بالحريق، سيرتو ملي تنبغي ندور، ولا كيما قال الدكتور ملي تنوقف شويه في الكوزينه ولا ملي تنتمشى، لان مازال تنتمشى عرجه، تنرد شويه ديال الضغط على ديك الرجل الاخرى وعلى الظهر ديالي. بغيت نسول واش يعني واش ندير ترويض، واش شنو باش تنصحني؟ ثم هاد الركبه هذه ملي لقاو لي هذاك العرق ما تيدوزليش الدم، قالت لي الطبيبه بان عندي شويه ديال الماء في الركبه، يعني شنو هو الحل اللي غادي ندير؟ مع انني انا بعض المرات تندير تتبع مع واحد الطبيبه على لاكتروس وتتعطيني الدواء وتندير 3 mois 6 mois، يعني ماشي ما عنديش شي حريق كثير وتندير تريتمون مره. نعم واخا. شحال في العمر ديالك عايشه؟ 61 سنة. واخا للعائشة ان شاء الله. واضح دكتور سطيع؟ نعم واخا ان شاء الله. نجاوب على السؤال ديالك. الله يجازيكم بخير. شكرا. العفو هذا واجب. شكرا لك عائشة، وتحية كبيرة للناس ديال ميدلت. الله يبارك فيك. شكرا. تفضل يا دكتور. الوغ لاكتوز كما تعرفوا الجميع هو احتكاك ديال الغضروف، هذاك الكريوش تيتكال، وبما ان الغضروف ما تيتجددش تيخلي ان هناك مشكل ميكانيكي في المفاصل. أيه. في الركبه، في اليدين، في الظهر الى غير ذلك. نعم، كيوقع احتكاك. كيوقع احتكاك. نعم. وهذاك الغضروف ما تيتجددش، الوغ فين ما تيدير الانسان شي حركات معينه تيتحك هذاك العظم معه وتيعطي هذا النوع ديال الالم. اييه. عند باش ملي تيديروا هذيك البلا ديال الانستيزي، البروبليم لا كان لاكتوز، الطبيب ديال التقدير ولا المبنج ولا اللي يتكلم بالموضوع تيلقى صعوبه احيانا باش يوصل للمكان المحدد. اييه. لانه الديسك تيكون ابيمي. نعم. والبلم تيكون ناشف وتيكون. نعم. يعني فيه نتوءات، يعني ممكن انهم البلم ما تدخلش بسهوله. نعم.
فتي اضطري. وتنعرفون هذيك العمليه ديال البرد ديال الدار فيها دقه، يعني لما كانش في المكان الصحيح لا قدر الله راه تقدر تكون عواقب. عندك حق. ففي هذه الحاله تيطول الوقت وتيبقى يبحث بدقه، فتيدير واحد النوع ديال الاحيان واحد الالتهاب بسيط في هذاك المكان ديال الغضروف، وما يؤدي الى ان الالم تتكون غالبا موجوده وتظهر شي شويه بعد هذيك الابره. غالبا تتمشي بعد عده اسابيع، ممكن الانسان يدير الترويض سيفري. هادشي اللي سولت عليه. فوالا يدير الترويض. الترويض غيقدر ينفعها. مع مضاد التهابات بسيطه لعده ايام بسيطه، ممكن هذه المساله تختفي ان شاء الله. أيه. بالنسبه للماء في الركبه. الماء في الركبه، نعم. الماء في الركبه هو عنده عده اسباب، ولكن في لاكتوز سي ايفيدون انه ملي تيتحك العظم وتيدير انفلاماسيون تيطلق شويه ديال لو ليكيد، هذاك هو الماء. احيانا تيختفي بسرعه مع الراحه، ممكن يرجع. ولكن بزاف الناس تيظنوا بان الماء مرض، تيجي المريض تيقول لي عندي الماء في الركبه. لا، خاص تعرف هذاك الماء منين جا. ممكن يكون روماتويد، ممكن يكون اختوز، ممكن يكون ميكروب، ممكن تكون لاغوت. يعني الماء غير هو من الاعراض. أيه. ماشي هو مرض. ماشي هو المرض. الا كان السبب ديالو لاختوز راه الحل ديالو بسرعه تيختفي، ما كاينش مشكل. نعم. الماء لما كيكون على مستوى الركبه بحال الحاله مثلا ديال عائشه دكتور هشام ساطع، واش ضروري انتفاخ؟ ضروري كتنفخ؟ ولا يقدر الانسان عنده الماء مثلا وما حاس بوالو؟ على حسب الكميه. على حسب الكميه. ديسك ايبونشمون مثلا تيبان غير في اليرام ولا كذا، ملي تيكون كثير المريض تيحس به مباشره، يعني بدون ما يحتاج لتشخيص معين. نعم. نستقبل معنا من بعد عائشه من ميدلت هذه المره، فاتحه على الخط معنا من مدينه السطات. صباح الخير فاتحه. صباح الخير. كديره؟ الحمد لله فاتحه، مرحبا. كيفك داير الدكتور؟ الحمد لله شكرا. اختي بغيت نستشر مع الدكتور الله يعطيك الصحه. اييه تفضل. انا اختي ما كانت كدرني حتى حاجه، واحد تقريبا شي عامين دابا بحال تضرب لي القدم مع واحد العود. فهمتي؟ بحال كنتراجعه باللور. أيه. واحد العود كان طايح لي في السطح، وديك الرجعه اللي رجع ضربت قدمي. اييه مع داك العود. أيه. مع داك العود صافي تكوانسيت بحال شي مهرسه. ما قديتش النوط. بززت النوط ومشيت دوزت، قال لي الطبيب غير تقول. قلت له راه ماشي، رانا اصلا كنغلاض وعمر هاد الالم ما جاني. واحد السيمانه رجعت ثاني عنده، عطاني ثاني دو واحد ما نقولش لك سميتو. لا ما عطانيش الاسم. كيدير 1200. اييه فيه ام مو. هذاك عطاني هذاك الدواء شويه همد عليا، ولكن الركبه بقات اختي كتعطيني الصداع. ما نكذبش عليك دابا ما كنقدرش نتمشى، ما كنقدرش نوقف، ما بزاف ما عرفتها بروده ما عرفت اشنو، ولكن السبب هو هذا اللي قلت لك، هذا هو السبب. والحمد لله الالم ما وصلش للظهر، غير في الركبه. لا الركبه كاين حتى ظهري كيضرني دابا، ظهري وهنايا هادو المفاصل ديال يدي. والصباح بلي كنفيق بلي كنبغي ندير يدي هكا نطيهم ما كنقدرش. والمشكل هاد اللي غنقول لك، احنا تقريبا ربعه الخواتات وباقيين صغار وكلشي هكا. نعم. انا الصغيره فيهم زيده في 72. نعم. واختي كبر مني 71 وعاد اختي الاخرى، ولكن كنا هكا عندنا الالم ديال الظهر والركابي. نعم. كنا خواتاتي ما عرفتش اشنو، واش ما عرفتش دابا بغيت نستشر مع الطبيب. واخا اسمحي لي نسولك فتيحه، دابا الوزن ديالك مع الطول شحال دابا الوزن والطول؟ انا قصيره وكنغلاط. شحال عندك في الوزن دابا؟ المهم دائما 87. 87. اي 87. وقلتي انت راكي قصيره، القامه ديالك قصيره. قصيره ايه. نعم. واخا ان شاء الله يفيدك الدكتور هشام ساطع. نستشر معاه اشنو، حيت مشيت على الطبيب ديال البروده ما عرفتش، والله ما عرفتش شنو غندير. اشنو قال لك الطبيب ملي مشيتي عنده اخر مره؟ ما اخر مره ما كيدويش معايا، غير كيقول لي نقصي من الوزن. نقصي الوزن. ايه. وكيخرج لي نيت هذا الفانيد، وهذا الفانيد كنشربو بحال غير كيتكالما. وفي نفس الوقت غير كنقطعو كيرجع لي الالم. نعم. وما كنتمشاش انا، حتى نمشي مع العلو ما كنخرجش ما كنتمشاش. نعم. كندير لاصال وجلست. نعم. واخا فتيحه، شكرا لك فتيحه، تواصلتي معنا من مدينه السطات، شكرا جزيلا. تفضل دكتور هشام ساطع. اول حاجه نتكلموا عليها هي المساله ديال الوزن، وغادي نربطوها بالموضوع ديالنا اليوم، الام اسفل الظهر. واش كاين علاقه بين زياده الوزن وهذا المشكل؟ واخا السن ديال هي قالت بلي من مواليد 72، يعني دابا كتب 40 40 من العمر، يعني مازال صغيره. مع كامل احترامي للسائله بغيت نحدد جوج حوايج. حنا هنا حنا كمغاربه الطبيعه ديالنا عندنا ان طوندونس اننا ديما
تتوقع ان شي مشكل ديما ان السبب ديالو واحد المشكل اخر. أيه. يعني هو يقدر يكون ما عنده حتى شي السبب في الاخر كما تيقولوا في الناس كل شيء مشى عليا التران مشى عليا هو ما مسؤول على والو. هو اللي تعطل على جاب المشكل ديال العود اللي ضرب الرجل، المشكل ديال الركبه وديال المفاصل وديال اليدين. احيانا تيجي عندي مريض ضربوا مسمار هذه 20 عام وتضروا ركبته، تيقول لك انا تنظن بان السبب هو ذاك المسمار. ما يمكنش هذاك المسمار ترشق ليه بعد 20 عام عاد باش يظهر في هذاك، يعني هذه السيده تتعاني من مشكل اخر، والدليل انها عندها الم في المفاصل في باغتو، والاخوان ديالها الطبيب راه كان صحيح الوزن. والاخوان ديالها تما عندهم نفس المشكل، يعني خصهم يبحثوا ربما يكون مشكل وراثي الى غير ذلك. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه سيفري عندك الحق ان الوزن، ولكن الوزن ماشي بوحده صعيب على المراه، لا من الناحيه النفسيه. أيه. لا من الناحيه الاجتماعيه، تجي عندها تتعاني من الالام وتقول لها لو بوا ما تقبلهاش، ما تقبلهاش. وثاني حاجه ما تبرعش، لان هي في ذاك الوقت كتقول لك انا حيد لي غير الالام. يعني ما خصكش تعطيها شي حاجه اللي غتكون على المدى البعيد. ونعطيك مثال، مثلا الانسان تيجي عنده فوق 57 60 عام عنده واحد الوزن معين وتتقول له القص، راه ما يمكنش ينقص. نقول لك هذا ربما 30 سنه ذاك الوزن، ربما غتكون صادمه الفكره، ولكن المراه ملي تتمشي لها الحيض وتدير واحد الريجيم واحد ليجيان دو في معينه. أيه. راه ما يمكنش تنقص بالريجيم، راه تيجيو الناس حنا ما تناكلوا والو وما تنضعفوش. يعني مساله تكون هرمونات، مساله علاش كاين دابا شفط الدهون، وكانت الريجيم ولا نقص الوزن ولا دير ساهل كره كاع الناس يضعفوا بسرعه. المساله الثانيه ان تيقول لهم ديروا الرياضه، وما تيعانيوا من امراض ميكانيكيه. الرياضه ما تضعفش، الرياضه تستابيليزي لو بوا وتتساعدك من ناحيه المزاج انك تزيد دير الريجيم. ولكن درنا غير على عمليه حسابيه بسيطه، ان الانسان الا جرى ساعه تينقص واحد، تيدير واحد 300 400 كيلو كالوري، يمشي غير ياخذ غير حلوى ولا اتاي مع الخبز هذا رجع كله. اش من ريجيم، اش من رياضه غتقدر تنقص الوزن بدون ما دير واحد الريجيم معين. يعني هو نظام اللي خص الانسان كيمشي عليه حياته، يعني مده سنين. سي ان بو كومبليكي، يعني الاسئله المعقده ما يمكنش تجاوب عليها هكذا نقص الوزن دير غتبرع. لا، يلفو دير لا فيغيتي و جون، تنصحهم بواحد الطريقه كيفاش يغيروا الحياه، كيفاش بدا يبدا النظام في العشرين في الثلاثين. ماشي تيوصل للخمسين. يعني هادشي كلها واحد الوقايه معينه اللي لما دارت من الاول. وهادشي اللي كنتكلموا معاهم من خلاله في برنامج الصحه والسلامه. نعم، يعني الانسان في ذاك السن اللي كيكون مازال بالصحه ديالو، تما خاص الانسان يبدا يحافظ على بعض الامور لانها اساسيه. لان عندك كان كابيتال. لا مشيتي تضيعتي. نعم. طيب بالحاله ديال الفاتحه، اول حاجه المساله ديال الوزن دكتور، يعني خاصها فعلا تحاول تنقص. نعم. ولا تبدل نظامها ديال الاكل. نعم، اذا كانت مازال عندها العاده الشهريه ممكن تنقص الوزن بسهوله، الهرمونات تيساعدوا في هذا الموضوع. أيه. تغير الطبيعه ديال الاكل. حنا في المغرب اللي تيغلط بزاف والناس حنا شعبيين هو الخبز. تلقى الانسان تيقول لك ما تياكل والو، هو تياكل واحد شوف واحد الكميه كبيره ديال الخبز. ماشي اي خبز، يعني كنتكلموا على دقيق ابيض، كنتكلموا على اي هذا هو اللي كاين. يعني هذه هي المساله الاولى. المساله الثانيه انه بما ان عند المفاصل وعند الاخوه ديالها كلهم مرض، شوف واش عندها روماتيزم، واش عندها ممكن يكون بوليارتريتوماتويد، ممكن يكون ارتروز جينيرال. فهاد المساله هذه يعني ممكن لها حل، ولكن ديما امراض المفاصل هي امراض مزمنه، ما لهاش واحد الحل نهائي. نعم. يعني 100%. نعم، غنرجعوا دائما ونواصلوا حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه. ونقطه اخرى اساسيه غنسولك عليها اليوم دكتور هشام ساطع، وهما دوك الناس اللي كتكون عندهم واحد الخويه في الظهر، لتحت ديال الظهر كتكون عندهم مثلا واحد الدائره ولا واحد الخويه، وغالبا هاد الناس ما كنلقاو عندهم الكرش ديالهم كتكون القدام. ونفس الحاله غنتكلموا عليها كذلك عند المراه خلال الفتره ديال الحمل اللي هي كتكون مرحله طبيعيه او عاديه، غنتكلموا على هاد النقطه كذلك والعلاقه ديالها بالمشكل ديال الالام اللي كيكون على مستوى اسفل الظهر. فاصل وراجعين، خليكم دائما معنا. انا على مد راديو برنامجكم صحة وسلامة. غادي نمشيو هاد المرة نتكلموا على نقطة اللي هي مهمة كذلك دكتور هشام ساطع، وهما الناس يعني سواء رجال أو نساء، ربما كنلاحظوا عند رجال كذلك اللي كيكون عندهم المشكل ديال الكرش، خوية اللي كتكون في الظهر، يعني هكذاك على شكل مثلا مقعر كتكون واحد الخوية في الظهر. واش هاد الناس كيكون عندهم المشكل ديال آلام أسفل الظهر؟ طبعا غالبا هاد البروبليم تيكون نتيجة ديال العويجاجات في السلسول ديال الظهر. نعم. احيانا تكون سكوليوز، سيفوز، لوردوز.
هادو سوسون دي بروبليم اللي تيكونوا احيانا خلقيين وعلى حسب لي ستاد واش تيبانوا واحد السن معينه. الوغ بيان سور الضغط ديال الكرش تيخلي ان هاد المساله تزاد وهاد الخويه اللي تتكون في الظهر تزيد انه الفقرات ممكن يتحكوا مع بعضهم اكثر وتؤدي انه ممكن يجي لاختوز، ممكن يجي تشنج ديال العضلات والعصب، والانسان تيعاني من الم الظهر في هذه المرحله. نعم المساله ديال الكرش لما كتكون خارجه على برا مثلا هي عليها ضغط كبير لانه الظهر تيتحمل اكثر. هذا الشيء علاش المراه الحامل بالضبط تعاني من الم ديال الظهر خلال الفتره ديال الحمل. خلال فتره الحمل لانه العضلات ديال الظهر تيتحملوا واحد الضغط زائد، العصب اللي مع العضلات، ولما تحلش هذا المشكل تيؤدي انه حتى الفقرات ممكن تعاني من هذا المشكل ويجيها التهاب ويجيها احتكاكات ديال لي ديسك ديال بين الفقرات ديال الظهر. نعم هذه المساله ممكن هنا ممكن خص الوزن بيان سور، خص الرياضه، خص الترويض، وممكن هذه المساله تحل بسهوله الا ما وصلتش المشكل ديال السياتيك الى غير ذلك. نعم نستقبلوا معنا في مكالمه اخرى هذه المره فاطمه على الخط من مدينه فاس. فاطمه صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك فاطمه. دايره بنت عفاف لاباس عليك. الحمد لله. لاله فاطمه شكرا بزاف ميد راديو، والله الا استفدنا منها بزاف، انا بعدا شخصيا استفدت بزاف. شكرا شكرا والله يعطيك صحتك بنتي يا رب. امين. وعزيزه عليا بزاف وراكي انت مختصه في جميع الاختصاصات. العفو العفو. والله الا كتنوبي علينا في الاسئله الا ما شد ليناش الخط داكشي اللي كنبغيو نقولوا كتقولي نيابه عنا. هذا الواجب ديالي لاله فاطمه. شكرا 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 للدكتور والدكاتره كاملين اللي كتجي جيبونا. بارك الله يرحم الوالدين. عندي ثلاثة الأسئلة. أيه تفضلي. مرحبا. واخا سمحوا لي. واحد ديال الوالدة ديالي عندها 70 سنة وما عندهاش الوزن كاع، ضعيفة، راه تتكون فيها هذيك 45 40. أيه. وهي دابا دازها داء السل فشي 1976 هكاك. اي في كان جهه السل بالضبط. جهه في الظهر. جهه في الظهر. ايه واخا. ودابا فاش ورات هذا تعوج ليها السنسور ديالها شي ديك اسفل الدار، ديك قلتي داك الغار فكرتيني نيت بالوالده. أيه. شي واحد الغار لتحت خشي فيه يديك. عندها بحال الحفره. عندها حفره. حفره بزاف. حفره. أيه. محفوره تقدري تدخلي هكا ليد. نعم. وما كتقدرش مسكينه تمشى، كتمشي واحد في 10 متر ولا هكا خصها تجلس وكتقطر بالعرق وتيضروها رجليها، واش العصب واش العرق واش ما نعرف، بحال رجليها مقبوطين. دابا ما تخرجش مسكينه ما كتقدش كاع تمشي. دابا واش كاين شي حل عندها؟ واش شحال مره كتمشي للاطباء تيقول لها ما لايق لكش الجراحه ما حتى حاجه، راه عندك صافي داكشي تعوج. نعم يعني حتى التدخل الجراحي فات عليه الوقت. ما فات عليه الوقت. دابا تيخافوا تكون عندها لها هشاشات العظام ما يقدوش يقيسوا حتى في شي حاجه. اييه دابا واش غير كاين شي دواء ولا شي حاجه؟ نعم. ولا نعم مع هذا الشيء دابا الالام كيكون عند الالام فاطمه؟ الالام الا غير تمشات شويه. لا غير مع الحركه يعني مثلا الوقت الا كانت مرتاحه راه ما كاين والو ما كتحسش بالالام. لا الا مرتاحه خصها دائما تبقى متكيه هكا وتكالي ضهرها من هنا وتكالي من هنا. نعم. باش يلاه تلقى واحد لابوزيسيون اللي غترتاح فيها. فيها. اييه. نعم. والسؤال ديالي انا كنت مريضه بالسرطان، راه دائما تنعيط عليكم. أيه. وعندي لاغتخوس. نعم اسمحي لي لاله فاطمه، اش من سرطان كنتي كتعاني منه؟ الثدي ولا الثدي؟ سرطان الثدي. اييه. في 2000 المهم 2007 2008 درت العلاج كله. وجاتني لاغتخوز ما نعرف واش من لا شيميو ولا ما نعرف. المهم بعدا هذا عطاوني الدواء ديال 3 شهور على ركابي وعلى يدي، درت التصاور وعندي لاغتخوز حاد في ركابي اكثر يا ركابي. المهم خديت الدواء 3 شهور ما دار لي والو، عاود عطاوني الترويض. ودرت الترويض عاوتاني ما عرف شي 14 الحصه. اييه. والحمد لله. ومع الدكتور الحليمي كنسمعو حتى هو تيقول لك ضروري من ديك الصلاه ما يديرش بنادم الكرسي ما يديرش صافي تبع داكشي، وليت الحمد لله والله الا الحمد لله. والرياضه ولا مارش، هي الرياضه قالت لي الطبيبه ما ديريهاش خصك ديري غير ديك السباحه.
ايوا السباحه ما كايناش الامكانيات. أيه. والرياضه كنمشي ليها لاصال كندير عي على قدي. ما تنقدرش نحيدها، ما نقدرش نحيد الرياضه. نو تبارك الله عليك لاله فاطمه. واخا المشي كتمشي كتمشي كتمشى شي نهار الرياضه نهار لا مارش نهار الرياضه نهار اللي ما فيهش لاصال فيه الرياضه. والحمد لله دابا ما كاين لا الام لا والو واخا الرياضه. مره الا وقفت بزاف لا تعبتي. أيه. لا الحمد لله لا من جهه السرطان لي كونترول مزيانين لا من جهه لاخت خوسه هي وليت زعما كنحركها ديما كندهن بزيد ديما المهم الحمد لله. ودابا عاود بغيت نسول على بنتي حتى هي عاد جات عندي في هذا الويكاند دائما كتقول لي مع دابا قريبه تكمل عامين هذه باش خدمات واحد الخدمات تجلس حتى 12 ساعه قدام البيسي كتجلس في البيرو ديالها وحيت تجي عاوتاني تجلس من 6 عاوتاني حتى 3 الصباح حتى ودابا داك الاخر داك العظم كاع الليل تحت كاع تيضرها وديما كتقول لي في التليفون راه ماما كدرني ضهري حتى كنبدا خصني نبقى نجلس غير على هذا الجنب ولا على هذا الجنب تنقول لها راه كطولي في الجلاس بزاف. فهاد المره فاش جات قالت لي قالت لي ما كنتش هاد ديك البلاصه داك الاخر العظم شتي ديك البلاصه بحال وسعت ليها شي شويه ولا بحال خرج لها. فاطمه الابنه ديالك شحال في عمرها؟ شحال في عمر بنت؟ 25 سنه يلاه كملت دابا 25. نعم وخلعتني والله الا هذا الصباح سبحان الله العظيم تنفكر تنقول ما نعرف فين غادي نصيفطها تدوز وانتم تقولوا هذا كاين هذا هو ميم تواصل باش نسولوا عافاك قول لنا شنو الاختصاص. واخا واخا لاله فاطمه العظم ديال التحتاني ديال الظهر ديال الظهر. اييه واخا شكرا لك لاله فاطمه. بلاصه ما بين الفخاد ما بين علاش نجلسوا بحال ولا واحد لي سباس واسع. نعم واخا شوف لاله فاطمه يوجهك ان شاء الله دكتور هشام سطيع. وشكرا جزيلا لك تواصلتي معنا من مدينه فاس. نبداو باول سؤال خاص بالحاله ديال الام ديالها دكتور هشام سطيع. 70 سنه 45 كيلو عندها في الوزن. هي قالت باللي في تقريبا 1976 كانت عانات من داء السل على مستوى السنسول ديال الظهر. فهي كتسول واش دابا ممكن انه العواقب ديال داء السل واش كتبقى مثلا ولا تقدر تبان مع المده. فهي قالت سيده ما كتقدرش تمشى نهائيا. الوقت اللي هي جالسه راه مزيان الوقت اللي كدير شي مجهود ولو غير بسيط كتحس بالالام. الو بالنسبه لمرض السل هو ملي تيصيب العمود الفقري تيتشكل لو ديسك وتيتشكل العظم. يعني احيانا الفقره كامل ممكن تختفي. أيه. او ملي تختفي الفقره كوم ان كومبونساسيون كتعويض الظهر تيعواج. هنا ما كاينش حل لانه هادشي علاش قالها الطبيب باللي رمى الجراحه ما عندهاش باش تفيدها. الحل الوحيد هو ديما واحد 90% من الامراض في العالم ما لاش حل باش نكونوا واضحين وراه ما فيها واحد النبره ديال التشاؤم. يعني الحل هو انك ملي تمشي عند الطبيب تمشي على اساس توقف المرض وتحد من المضاعف. فهاد السيده عندها 70 عام وعندها مرض السل خصنا نوقفوا لها بسرعه هشاشه العظام. علاش؟ لانها ديجا عندها عوامل اخرى فخصها على الاقل تولي تاخذ الادويه ديال هشاشه العظام ديال مره في الاسبوع او مره في الشهر او مره في السنه. أيه. يعني كاين ادويه دابا سهله على الناس الكبار ممكن دير مره في الشهر ادويه كتوقف هذه الهشاشه حيت الخطوره انه الا مشتت الفقره وقع فيها واحد التكسر ديال هشاشه العظام وهي ديجا تعاني من المشكل الاول ممكن هذا الشيء لا قدر الله يؤدي للاعاقه. فخصها تاخذ هذه الادويه ديال هشاشه العظام مع الادويه ديال بي ام بي 6 والبيدوز لان الادويه ديال لاتيبركلوز تتاثر على هاد على هاد الفيتامينات. وبيان سور ممكن تساعد شي شويه بالترويض الطبي الخفيف لان تنخافوا على العمود الفقري. وبيان سور كما قال السيده لاكواجيم اللي عندنا مشكل ديال لاكسي ديالها على جميع الناس لان مازال غاليه في الثمن. اييه وكاين مدن مثلا اللي ما فيهش مركب مثلا اللي كذا في المتناول في الثمن ماشي في كل شيء المدن بطبيعه الحال للاسف. المساله ديال الابنه ديالها 25 سنه والمشكل اللي كتعاني منه دكتور. الو هي السيده تتعاني قالت لك العظم الاخر تتقصد به هي الكوكسيس او بالدارجه عظم الطيو. اييه الو سي نورمال الانسان تيقول دابا الجلوس الدارجه ديالنا المغربيه شحال قويه عظيم الطيو. يعني معروف الناس احيانا ولكن هذا اسم ما عندناش شي بديل ليه. والله العظيم اللي دارجتنا ما كاينش احسن قويه في العباره. شوف راه قوه شخصيه المغاربه راه ما جاتش غير هكاك راه دارجتنا بعدا كتعطيك. نعم السيده احنا ديما تنقولوا الوقفه مده طويله
وجلوس مدة طويل كيضر. هي كتب لي كتجلس في البيرو ديالها تقريبا 12 ساعة بغض النظر على السن. نعم. يعني هنا ما كاينش مشكل هذاك كبر ولا ماشي كبر. يعني ملي تيجلس انسان مدة طويلة العضلات ديال الظهر تيبداو يضعفوا، الضغط على العمود الفقري تيتزاد. نعم. هادشي علاش باش ما توليش عندها مشكل ملي غتزاد في السن، لان 25 سنة قدامها واحد العمر طويل، خاصها انها تولي كل ساعة تحاول توقف واخا غير تحرك شي شوية وترجع تجلس. نعم. تمشي تمارس الرياضة باش تقوي العضلات ديال الظهر ديالها. الكرسي يكون مريح، واحيانا تنديروا دي كوسان سبيسيا باش يجلس الانسان عليهم بطريقة مريحة. وتاخذ بهذا الشيء بعين الاعتبار. كما قلنا قبيلة هاد السيدة 25 عام، إلى انتبهت هذا الموضوع من دابا ما تلقاش مشكل في 40. أيه. ولكن الا بقات بهذا السيستم هذا غتعاني في 40 عام 35 عام كاع غادي يبدا عندها المشكل. طيب عندها المشكل. نعم. غادي نمشيو مباشره هذه المره باش نسولك على الطرق ديال التشخيص اللي هي خاصه بالام اسفل الظهر. دكتور هشام ساطع، يعني اول حاجه ملي كيجي المريض واش الفحص السريري كيكون كافي واشنو كطلبوا منه مثلا؟ غالبا تيكون لا غاديو سامبل. يعني اون غاديو اللي كدار تدار غالبا تيبان واش كاين بانسمون، واش هناك الفقرات قرب لبعضياتهم، واش كاين عوجاج في السسول، واش كاين سكوليوز ولا حوايج اخرين. ملي تنإليمينو هاد لي بروبليم الراديو بوحدو كافي كيبين في اول مره. من بعد على حسب، الا كان المريض تيعاني من السياتيك من بوزلون بالدارجه ممكن نطلبوا ليه ديك الساعه سكانير ولا الاي ار ام. الا كان ما تيعانيش من هادشي الراديو كافيه مع بعض احيانا تحليله او بدون تحليله ماشي مشكل، ومن بعد تيبدا العلاج. اييه، المرحلة الأولى ديال العلاج كيفاش كتبدا؟ الو غالبا قلنا 80% ديال الآلام تتكون غتمشي غير بوحدها. في بعض الدول ما تيعطيوش أدوية، تيقول لي خذ شوية الراحة. مارس الرياضة بطريقة أقل من العادة، نقص من المجهود. أيه. وبقى تمشى ما تحدش من ما تغيرش حياتك كلها. وممكن بعض ليجيل خفاف شويه ديال لا فيزيوثيرابي كذا، هذه كافي. من بعد ممكن تنتقلوا للمضادات ديال الغير ستيرويد ديال لي زونتي انفلاماتوار مع دوليبران، يعني مع باراسيتامول مع كذا ممكن تمشي. وغاديين وتنتقلوا من الايطاب لايطاب غاديين تنزيد، ولكن غالبا تنبداو بليجيان دو في. يعني تن الانسان حيت الم ديال الظهر غالبا تتكون ملي تتفوت ستة أسابيع تتولي ألم، يولي مرض مزمن. يعني كاين غالبا ثلاثة الملاير ديال البشر فوق الأرضية تيعانيو من ألم الظهر. يعني ليجيان دو في هي الطريقة السليمة للوقاية من هاد الأمراض، أن الإنسان يحاول بعد على تقل لو ماكسيموم، يحافظ على الوزن ديالو قبل ما يدخل في واحد الوزن صعيب ينقص منه، يمارس الرياضة، التغذية الصحية، هادشي اللي تينادوا به جميع الأطباء. أيوة. في العالم جميع المشاكل ديال القلب ولا الراس ولا هني ولا الإنسان، هادشي دابا ولا معروف على مستوى المجتمعات كلها. أيوة. هذه في المرحلة الأولى من العلاج. في حال مثلا الإنسان خضع لهذا العلاج وما كانش تحسون مثلا، الوغ تنديروا ان سكانير ولا ينيرم تنشوفوا واش كاين مشكل هنا فين كتنتقلوا، ما كيبقاش الراديو بوحدو كافي، كيخصو يدير ان سكانير ولا يدير ليغيم. مع ديزاناليز كنشوفوا واش عنده انيغني ديسكال، يعني واش عنده فتق، واش البري واش الديسك خرج من بلاصتو ولا لا، باش نشوف واش تيعاني ديك الساعه من لونير سياتيك، واش رجلو تتنمل عليه، واش احيانا تيقول لك تضرب فيها الضوء وتبدا تقال، القوه ديالها تضعف، احيانا تيبدا يعرج بها. هنا تتكون المشكل اصعب شي شويه، لانه السياتيك العلاج ديالو احيانا يصل الى الجراحه في بعض الاحيان. هذه هي المرحله الثانيه، سكانر لي ار ام ديزاناليز. نعم. التدخل الجراحي هنا فوقاش كيكون؟ التدخل الجراحي تيبقى 5%. فاش من حالات؟ الحالات صعبه بيان سي، الانسان رجلو بريسك قريبه تشلل، عنده مشكل في الاحساس، رجل تضعف، الحياه ديال اليوميه ما يقدر يدير حتى شي حاجه، هنا تدير الجراحه باش تعتق على الاقل العمود الفقري من مشاكل اخرى. نعم. نستقبل معنا في مكالمه اخرى هذه المره هشام على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير هشام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيبان لي واقيلا بقيت كنتسنى لان الدكتور تقريبا قال كل شيء. مرحبا هشام، جاوب على السؤال ديالك. جاوب على الاسئله كاملين. نعم. سائق ديال الطاكسي. اييه مرحبا، وتحيه لكل السائقين ديال الطاكسيات الصغيره والكبيره. مرحبا. شكرا. 40 عام. اييه.
مات 83 وعندي ما بين 80-84 بحال هكا. أييه كنبقى ديما تنطلع تنهبط. غير بغيت نقول للدكتور دابا انا مع حكم العمل ديالي كناكل في الزنقه بزاف، عندي المعده عيانه شويه وداكشي، هذوك لي زونتيان في الماطوار ما تنخاف منهم تنهرب منهم وداكشي، هذاكشي علاش اتجهت للسباحه. اييه اتجهت للسباحه زعما الصراحه واحد 90% ديال الدواء هو هي السباحه. لقيتي عليها راحتك؟ اييه نعم. بغيت نقول للدكتور واش خاصني رانا كاين مع الدكتور ساطع، واش نعاود نبقى نرجع عنده ولا غير نكمل كما قال هو في ليجين دو في ديالي؟ من بعد من تقول نبرك واحد البركه مزيانه، نهبط من الطوموبيل واحد الهبطه تكون مزيانه بالليل، ما نعش على كرسي، وكادوك النصائح كامله اللي اييه واخا بغيت غير نتشاور معاه. انا قبل بغي يسمح لي دكتور هشام ساطي، انا بغيت نقول لك بعد على ماكله الزنقه هشام، هذه اول حاجه. لا دابا الحمد لله لا حبعت منها غير تقديم. شوف انا غير باش نقول لك يعني لكل السائقين اللي كيسمعونا دابا والساعات طويله كيخدموا اولا وكيكون مثلا عنده توا واحد الساعات متبوع بها لانه من بعد خصو يسلم طاكسي لواحد الشخص اخر حتى هو اللي غادي يمشي يخدم به، واش شنو اللي كيمنعك مثلا تهز معاك شي حوايج اللي على الاقل غيصبروك على الجوع لما تمشي للدار مثلا؟ كاين هذه الامكانيه؟ لنا هاد الامكانيه مثلا؟ لا الحمد لله بديت كندير انا الطريقه هذه. أيه. انا في قديم كان عندي هذا المشكل، هذاك الشيء علاش ولات عندي المعده. دابا الحمد لله دابا ما بقاش، دابا ما كتاكلش في الزنقه كت... اييه واخا. لا دابا ديريكت للدار. غير أيه. بغيت نروح النصيحه للناس كاملين، راه بالنسبه لهذا الشيء ديال السياتيك وديال الدار راه أيه. عندك واحد 99% هي السباحه. السباحه اييه. لما درتي السباحه ما كاين والو. انا ملي خفت من لي زونتيان في الماطوار بداو يضروني وداك الشيء اتجهت للسباحه، ونجرب تجربه ولقيت بان الناس بزاف كاين في لاصال كلهم تقريبا أيه. اللي كنتلاقى معاهم وصحابي وهذوك الاصدقاء ديالي تما كلهم مرض بالدار كلهم يعني راه الناس كاملين خاصهم يبازيو على السباحه اكثر ما يبازيو على الادويه وداك الشيء. هما الادويه مزيانين كاين الالام في البلاصه وداك الشيء بحال دابا الا كنتي انت غادي تبرى مثال على واحد شهر ولا بالدواء تقدر تبرى في واحد اون سيمين ولا 15 جور دغيا. نعم شكرا لكم. نعم شكرا لك هشام، شكرا. ومره اخرى من خلالك نحييو كل السائقين ديال الطاكسيات وان شاء الله طريق السلامه كنتمنوها لكم دائما. تفضل دكتور دبوا تكلم واش الحاله ديالو ما محتاجاش الادويه، المراقبه مثلا فوقاش خاصها تكون، فوقاش يقدر يرجع عند طبيب؟ لا الا تحسن مزيان بالسباحه، وديما تنصحوا الناس بلا ناطاسيون، غير هو تيبقى كما قلنا المشكل اقتصادي في السباحه. وقلنا انه حتى ماشي كل المدن اي فيها غيلقى الانسان بيسين غيلقى فين غادي. هذا هو المشكل. فبيان سور يرتاح بالسباحه لان تتقوي لي العضلات ديال الظهر، لانه تيسوق مده تيكون جالس العضلات تيضعفوا، يحاول يخرج كل ساعه ونص يخرج من الطاكسي يهبط. اييه وبيان سور ممكن الا بغى كاع في اكثر دقه يجي مره في العام يدير ان راديو ولا هذا يشوف غير باش يراقب لكان هذاك لاخت خوز ولا يشوف واش باقي هو واش ما تزادش ولا هذا. ولكن السباحه بيان سور هذه هي الاساس ديال العلاجات، ولكن على حسب المشكل بيان سور. الا كانوا امراض اخرى راه السباحه ما تتنفعش. يعني قبل ما تمشي السباحه من يضرك ظهرك تستشر مع الطب العام او اختصاصي تشوف واش المشكل بسيط. من يكون المشكل بسيط وما محتاجش لشي علاجات خاصه فالسباحه كبديل للعلاج الطبيعي مع الترويض الطبي راه كاين ما احسن منها. اي فعلا. وكتبقى يعني المساله ديال السباحه الكثير من التخصصات كيناديو بها، ماشي فقط غير الاطباء ديال العظام او ديال المفاصل، اطباء الجهاز التنفسي كذلك كيقول لك بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال التنفس ديال الحساسيه كذلك، كتبقى الرياضه ديال السباحه يعني هي الخيار الامثل بالنسبه لهم. انا اللي بغيت نسولك عليه كذلك دكتور هشام ساطع، وهي المساله ديال الانسان اللي كيقول لك انا ما عمرني ما تشكيت من الظهر ولكن عندي مشكل، الا واحد النهار بغيت مثلا نهز البوطه او لا مثلا الانسان بغى يطلع واحد الخنشه الزرع او لا واحد القنطار مثلا ديال الزرع او لا شي حاجه بحال هكذا. حنا كنعطيو الامثله اللي في الحياه اليوميه كيقدر الانسان فكيقول لك جاني الالم شدني في ذاك الوقت بقيت به لحد الان، يعني كان السبب هو واحد الحركه دارها الانسان. هذا الانسان واش كنقدروا نصنفوا انه عنده مرض او لا؟ لا هذه غالبا هذا هو المشكل. نعم. هناك الم ديال الظهر اللي تجي مزمنه وتتبدا بشويه، وكاين الالم الحاد اللي تيبدا في هذه الحركه. نعم إنسان صغير بوطه هذا المشكل هذا كيوقع انزلاق ديال الغضروف. نعم ولو وقع انزلاق ديال الغضروف راه تيولي في مشكل مدى الحياه.
وهذا هو الحركه علاش نقولوا الوقايه حركه خاطئه. تيجيو عندي انا الشباب عنده 16 17 عام هز بوطه خرج ليه القروش من ظهره ولا عنده السياتيك غتغير حياته تماما. مي تقول ليه غادي ما تبقاش تلعب الحديد تبقاش تلعب الكره هذا احيانا تيبداو يبكيو مساك لانه صعيب تقول الانسان 17 عام ولا 19 عام 60 70 غايقول لك التقاعد ممكن يرتاح واحد يلاه بادي الحياه ديالو عنده طموح وكذا وتتقول ليه بانه ولا ممنوع لك كذا وكذا وكذا هذه مشكل تيولي مشكل نفسي اجتماعي. فانا تنقول الدراري ردوا بالكم في لي سال دو سبور لان الناس تيديروا الرياضه احيانا بطريقه عشوائيه وتي ممكن هذا الشيء ياثر عليهم بحال الرياضه ديال رفع الاثقال مثلا خاص داك الشيء يكون غيغور مع الكوتش بطريقه علميه كذلك في الدار هذا الشيء ديال البوطه ولا تهز شي حاجه ثقيله بزاف يلفو فيغ اتونسيون لانه الانسان يتعاون يعني جوج مثلا عوض واحد ما غيهز لانه مساله بسيطه يعني بين طرفه عين واخرى يغير الله من حال الى حال يعني في دقيقه ممكن الانسان انزلاق الغضروف تولي في انزلاق الغضروف وسياتيك واحيانا عمليه وحنا في غنى على هذا الموضوع. بغيت نسولك على اخر حاجه دكتور هشام سطيع هي المساله ديال الرياضات الممنوعه على الناس اللي عندهم مشاكل على اسفل الظهر. تكلمتي على رفع الاثقال ولا الاشياء مثلا اللي فيها الثقل بزاف شنو مثلا الا تكلمنا على الفيلو مثلا واش الانسان كتكون مسموح ليه انه يديرها؟ الفيلو سي بوسيبل بيان سور غير حتى البوزيسيون ديال الفيلو يعني ما تكونش واحد الانحناء قوي ما خصوش يكون محني بزاف فوالا الجري مثلا الجري يجري. ممكن خفيف والمشي ولكن في واحد الحدود ديال 40 30 حتى 50 دقيقه قلنا ممكن يدير الكره بالنسبه الكره غالبا الشباب ما تقدرش تقول لهم ما يلعبوش الكره خصو يلعب الكره ولكن تنقول لهم ما تلعبوش الكره كومين كومبيتيسيون راك تاخذ كاس العالم لعبوا هذا ضرب هذا الناس اللي تيلعبوا الكره بمجهود راه عندهم تياخذوا ملايير وعندهم لاسيرونس انت علاش خسرتي ولا ما خصك تكون غير المتعه الانسان يستمتع قدر الامكان هذا هو لان تيجيو ناس عندهم مثلا هذا ماشي موضوع الحلقه تقطع عليهم العصبه ديال الركبه تيوقع عليهم فيسيور في المينيس نتكلموا عليها في حلقات اخرى ان شاء الله يعني الباسكيت مثلا كنشوفوا انه مثلا الشباب او الوليدات هكذا في الرياضه ديال الباسكيت لانه كيعمل واحد العلو يعني تينقص باش واش كيكون عبء على الظهر ولا لا واش مسموح لهم يديروا هذه الرياضه اذا كان الظهر عادي ما فيه لا اختخو سيفير لا احتكاك غضاري في قوي مثلا ولا شي عويجاج قوي ديال السلسول فتا الباسكيت متاح ولكن اللي عنده مشكل على مستوى الظهر او الاسفل الظهر ما خصوش يديرها هذا الشيء علاش في بعض الدول مثلا خصوصا دول سكندنافيا وكذا قبل ما تيمشي الانسان يمارس اي رياضه تيمشي عند طبيب العائله هو اللي تيوجهوا الرياضه المناسبه دي 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 زونفون اللي عندهم لي بي بلا رجليهم فطحين ولا كرو ما يقدروش يديروا اي رياضه بحال ما عندناش حنا اطباء ديال المدارس تمشي عند الدري تقول لي مثلا انت ما يصلحش لك تخدم مثلا في البوليس غتوقف نهار كامل مثلا فهم يعني هذه المسائل هذه تبدا من الصغار يعني مثلا الناس اللي عندهم ليونه في العمود الفقري في الصين وبعض الدول تيقلبوا عليهم لانهم هما تيوليو ابطال ديال الجومباز وابطال في الحركات البهلوانيه التكوين ديالهم الفيزيولوجي معاونهم هذا توتان سيستيم هذا واحد ونتمنوا حتى حنا يولي عندنا ان شاء الله باذن الله نعم اطباء في المدارس فعلا نعم محتاجين لها وكيكون حتى التوجيه يعني كيف ما كنشوفوا مثلا كاين موجهين على حسب النقاط المواد اللي كيكون الوليد ولا البنيته مزيانه فيهم نتمنوا يكونوا اطباء مثلا حتى في المدارس اللي غيوجهوا الوليدات مثلا في رياضات معينه باش ما يكونش تاثير سلبي من بعد على الصحه ديالهم. شكرا جزيلا لك مره اخرى دكتور هشام سطيع نتلاقاو معك على خير ان شاء الله فرصه اخرى. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه وغدا باذن الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم راه الميكروفون شكرا لوفاء فايز فوندا كانت معي في الاخراج ومشكوره كذلك على استقبال مكالمتكم بقيت اوقات طيبه وممتعه قدوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم.